الفاضل. أنا حقيقة يعني من البداية ربما ما أريد أصل موضوع رسمي أكثر من ذلك، لأنه حريصين على أن يكون هناك تفاعل أكبر بعيد عن الرسميات، وبالتالي سأحاول على الأقل أن يعني أبدأ هذا الاتجاه. طبعا نرحب بكم باسم المنظمه العربيه للتنميه الاداريه الى منظمات جامعه الدول العربيه كما تعلمون، والمعنيه بالتنميه الاداريه في الوطن العربي. وانا احتفل بكثير من الحضور له سابق تجربه مع المنظمه، وبالتالي كثير من انشطه المنظمه ربما تعرفون عنها. هذا المنطقة الأخوة والأخوات يعني محاولة من المنظمة للتركيز على مجال السياحة، وكلنا يعرفون جيدا أهمية موضوع السياحة، وكما تعلمون أيضا هذا المفهوم من المفاهيم المعقدة تداولت كثيرا، وهو احدى التحديات التي تواجه المنظمه هو تعريف القياده ومعنى القياده ودور القياده. وبالتالي يعني وهي وجهه نظر شخصيه قد تكون صحيحه وقد لا تكون، كثيرا من الجهود في هذا الاتجاه من برامج تدريبيه وفرص عمل والى اخره قد لا تحقق الغرض، لأنه التحاقك في برنامج القيادة أو دور القيادة لا يعني أن يصنع منك قائد، وبالتالي قد يحصل المشارك على تقدير ممتاز في هذا البرنامج أو هذا الدبلوم، وهذا لا يعني أنه أصبح قائدا. ولذلك يركز بعض المفكرين وهم كثر طبعا على توجيهات. تحدثت مع أستاذ الدكتور أحمد صقر عاشور حول هذا الموضوع، ربما أتبنى مدرسة معينة أو ما تسمى بالأورجانيك سكول، أو تركز على أنه كما تعرفون الدماغ البشري جزئين الأيسر والأيمن، وأنه الأيسر يركز على البرايمري سكيلز أو المهارات الأساسية، كأنه شخص يتدرب على كيفية إعداد خطة عمل أو مهارات معينة في مجال معين إلى آخره. ولذلك كثيرا من برامج القيادة لا تحقق الغرض منها لأنها تركز على الجانب الأيسر من الدماغ البشري على البرايمري سكيلز، بينما يتجه أصحاب تلك المدرسة إلى أنه الجانب الأيمن من الدماغ الذي يهتم بالعواطف والمشاعر وما يسمى بالإيموشنال إنتليجنس أو الذكاء العاطفي هو السر الحقيقي لتطوير المهارات القيادية.